محافظ المهرة يدشن العام الدراسي الجديد بالمحافظة. افتتاح أكبر مخيم جراحي مجاني لخدمة المحتاجين في عدن. العميد المنهلي يدشن مشروع الرماية بالذخيرة الحية لقوات شرطة النجدة بالمكلا. أهلا بكم. دشن محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر اليوم العام الدراسي الجديد 2024-2025 لجميع مدارس المحافظة للتعليم الأساسي والثانوي، مطلعا على سير العملية التعليمية في عدد من مدارس المحافظة، مشيدا بمستوى انتظام وحضور إدارات المدارس والمعلمين والطلاب. محافظ المهرة أكد خلال التدشين اهتمام السلطة المحلية بقطاع التربية والتعليم بالمحافظة واستمرار الدعم بما يسهم في ضمان استقرار العملية التعليمية. تفقد محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تركي اليوم الاثنين ومعه وفد من دولة الكويت الشقيقة أوضاع مستشفى ابن خلدون العام بمدينة الحوطة ومركز الغسيل الكلوي بالمستشفى وأولويات احتياجاتهم العاجلة من الأجهزة والمعدات والأدوية والأدوات والمخيمات الطبية. واستمع المحافظ تركي خلال الزيارة إلى شرح عن أوضاع المستشفى والمرضى، مشيدا بجهود دولة الكويت الإنسانية التاريخية الكبيرة، مثمنا استجابة جمعية إلاف لتوفير المتطلبات الطبية اللازمة للمستشفى بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة. التقى سفير بلادنا لدى مملكة البحرين الدكتور علي الأحمدي وكيل وزارة الخارجية البحرينية الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة. كما جدد وكيل وزارة الخارجية البحريني دعم ومساندة مملكة البحرين للشعب اليمني وشرعيته الدستورية. دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي بضاوي برعاية مؤسسة العماد التجارية اليوم الدورة التدريبية المتخصصة في مجال تصميم وتركيب وصيانة منظومات الطاقة الشمسية التي تنفذها نقابة مهندسي المحافظة بالشراكة مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية. وخلال التدشين الذي حضره نائب المدير العام للمؤسسة الاقتصادية اليمنية المدير المالي العميد عبد الكريم محمد، ثمن الوكيل بضاوي هذه المبادرة مؤكدا أهمية تأهيل الكوادر الفنية في قطاع الطاقة الشمسية، مشيدا بالجهود المبذولة من نقابة المهندسين بحضرموت والداعمين لتطوير قدرات المهندسين المحليين في مجال الطاقة المتجددة. أكدت وزارة الصحة العامة والسكان استعدادها لتدليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات لسير عمل المخيم الطبي المجاني الأول للجراحة العامة بمستشفى عدن التعاوني الخيري الذي يقدم خدماته الطبية للمحتاجين وذوي الدخل المحدود، وذلك برعاية من عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحربي. جاء ذلك خلال تدشين المخيم الطبي المجاني الأول للجراحة العامة في مستشفى عدن التعاوني أمس الأحد بحضور وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور سالم الشبحي والمدير العام للصحة بالعاصمة عدن الدكتور أحمد البيشي. هذا وعبر الوكيل الشبحي عن شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة المحرمي على جهوده الطيبة التي يقدمها في سبيل خدمة المجتمع. دشن المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي اليوم الاثنين بالمكلا مشروع الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالذخيرة الحية لقوات النجدة، ذلك بهدف إكسابهم المهارات اللازمة وتعزيز الجهوزية القتالية للوحدات الأمنية. وأشاد العميد المنهالي بأداء رجال الأمن البواسل ومستواهم العالي في تجسيد المهارات والخبرات التدريبية والقتالية التي يتمتعون بها، مشددا على ضرورة رفع اليقظة الأمنية العالية، محييا الجنود المشاركين على ما أبدوه من تفاعل كبير في تنفيذ المشروع. جرى اليوم تسليم موقع المعهد المهني والتقني بالشحل للجهات المنفذة بعد أن قامت لجنة العشوائيات برئاسة المدير العام لمديرية الشحر عادل باعكابة بإزالة العشوائيات والاستحداثات وتصفية الموقع لغرض بنائه بعد استكمال التصاميم والأعمال الهندسية للمعهد.
وفي السياق ذاته قامت اللجنة بتصفية الشارع المؤدي إلى موقع المعهد بعرض يبلغ 30 مترا وبطول يمتد من الشارع الرئيسي الغربي لمدينة الشحر حتى الشارع البحري الذي يحتوي على مدرستين ابتدائيتين للبنين والبنات وجامع وروضة أطفال ومستوصف طبي. دشنت بقاعة المركز الوطني لعلاج الأورام بمستشفى ابن سينا بالمكلا المرحلة الثانية من مشروع العمليات الجراحية لمرضى السرطان، ويتضمن المشروع الذي يأتي بتمويل من جمعية صندوق إعانة المرضى وتنفيذ مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان إجراء 100 عملية جراحية جديدة بعد نجاح المرحلة الأولى التي شهدت إجراء 100 عملية العام الماضي. هذا المشروع لما له من أهمية كبيرة في حياة مرضى السرطان، فهو الجناح الثالث بالنسبة لمرضى أو الذراع الثالث بالنسبة لمرضى. فمرضى السرطان يحتاجون 3 حاجات: العمليات الجراحية، العلاج الإشعاعي، العلاج الكيماوي. الحمد لله العلاج الكيماوي موجود، العلاج الإشعاعي موجود. الآن مرحلة العلاج العمليات الجراحية، معظم مرضى السرطان يعانون من هذه المشكلة. كثير منهم ما يعملون هذه العمليات لسعر لكلفتها العالية، لذلك تم إطلاق هذا المشروع بتمويل من صندوق إعانة المرضى. مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان تبنت هذا المشروع وهي لا تألو جهدا وسعيا لدعم إخوانهم المرضى، مرضى السرطان. فنقول نشكر إخواننا في صندوق إعانة المرضى ونشكر إخواننا في الكويت الذين هم دائما في دعم متواصل لإخوتهم في اليمن. وإلى أحوال الطقس مشاهدين الكرام، تشهد مدن ساحل محافظة حضرموت أجواء غائمة جزئيا مع أمطار رعدية على بعض المناطق ورياحا معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة رطبة ليلا، فيما تشهد أرياف ساحل حضرموت والهضبة الجنوبية أجواء غائمة مع توسع للعواصف الرعدية ورياحا معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة حارة نهارا معتدلة ليلا. وفي وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء غائمة جزئيا مع تشكلات من السحب الرعدية ورياح معتدلة السرعة تنشط خلال فترات من الظهيرة، ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى دافئة ليلا. والآن مشاهدينا الكرام إلى حالة الطقس العامة نتابع. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ المهرة يدشن العام الدراسي الجديد بالمحافظة. افتتاح أكبر مخيم جراحي مجاني لخدمة المحتاجين في عدن.
العميد المنهالي يدشن مشروع الرماية بالذخيرة الحية لقوات شرطة نجدة بالمكلا. ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية مشاهدينا الكرام، يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي التلفزيون حضرموت. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء.